تحية طيبة حقيقة إذا إلى تبعنا الأرقام ديال الحالات الجديدة فكي لنا ما كينش واحد تزايد لكن هاد الأرقام لابد ما بعين الاعتبار على حسب العدد ديال التست يعني التحاليلات اللي كنقوم بها فالمغرب كيكون بواحد عدد قليل ديال التحليلات إذا كيمكن لنا حالات كثيرة اللي تقدر تكون ما عندهاش أعراض ولا عندها أعراض بسيطة ولا ما كتدخلش في الإطار ديال الأشخاص اللي خصنا نقوموا بهم لهم التحاليل لأن باش تدير التحاليل عندها واحد المعايير فما كيمكن ليناش ناخذوا واحد الارقام مجرده كنتمنوا انه يكون واحد نوصلوا لديك لا كورب يعني تولي مبسطه ما تبقاش كتزاد ولكن ما غاديش نقولوا بانه مشى او لا نقص لان هذا غادي يكون خطا بالنسبه مع خصنا نشوفوا شنو وقع في العالم وحنا كنتبعوا كنتمنوا المغرب يكون هكذا الانخفاض آه... ما ما كنظنوش يكون ان آه... في حين انه هذا يعني في اخر الاسبوع غادي نكونوا نكملوا جوج الاسابيع اللي هي مرحلة مهمة من بعد الحجر الصحي اللي غتبين لنا واش كاين زيادة أو لا إذا كانت من بعد الأسبوع إن شاء الله المقبل كاين واحد يعني بقات في استقرار الحالات، غادي نكونو تنتمناو بأنه المغرب ما يكونش سجل واحد حالات كثيرة. و يكون الوضع مستقر هذا شيء بعد واحد الأمل عند الأشخاص لكن ما كيمنعش أنه نقول بواحد الاستهتار ونقول لا رحنا عنا لا أبدا خاصنا نبقاو في داك الصحي ونحترم الاجراءات بصفه صارمه جدا باش ما يكونش عندنا واحد المشكله اللي كنقولوها بحال بيك يعني الناس يفرحون كيبداو يخلقوا هاد الاجراءات كيقولوا منقص نقص عدد الحالات وكيقدر سبب باش تزايد انما لحد الان وعلى حسب الوقت وعلى حسب العدد ديال التحاليل اللي كقوم بها المغرب ما يمكنناش نقول بانه كاين نقصان حنا ننتظر ان شاء الله العدد الكبير ديال التحاليل اللي غادي يوصل واللي غادي يبدا والان بدات مستشفيات دونك مراكز اخرى كتقوم بهذا التشخيص وغادي يكون عندنا واحد الصوره ان شاء الله اوضح في الاسبوع المقبل وشكرا